السلام عليكم، بوحفا عبد المجيد رئيس جمعية شعاع. هذه الدورة 11 ديال عملية الإفطار ديال رمضان اللي كتنظم مع جمعية شعاع، وهذا العام كانت دورة خاصة لأنها كانت بدعم من مؤسسة مجيد اللي كتحظى بالدعم ديالها الكلي تقريبا. الجمعية كدير الإشراف والتتبع ديال العملية، وبحال الحالة ديال اليوم أن الجمعية قالت دير واحد العمل من يداتها، هي دارت عملية ديال الكسكسو. العملية كتستهدف 220 فرد اللي كيجيو يفطروا هنا، وكاينين افراد كيديو معاهم بحال واحد 220 مره اللي كتجا ان مؤسسه المجيد كتوجد ليها بحال شكل القفه ديال كل نهار كديها معها ديال الافطار، وكيجيو ناس اخرين. يعني العمليه كتستهدف 500 بيرسون يوميا، وهذه العمليه راه كتستهدف عابري السبيل والناس، في اي واحد كيجي يدخل لها، ماشي يجي شي واحد تقول ليه لا لاكارت ولا شي حاجه. هذه العمليه خيريه وشكرا.